طيب بص يا صاحبي، دلوقتي انت لو معاك 500 جنيه فانت لازم تتابع الفيديو ده معايا. ليه بقى؟ لان انت لو معاك 500 جنيه وعايز ترفه عن نفسك وتجيب اي حاجة تسليك، فانت في حاجة واحدة بس هي اللي هتجيبها. ايه هي الحاجة دي؟ هي بلاي ستيشن 2 يا جماعة. طبعا محدش يكلمني يقول لي انت دلوقتي جاي تشوف بلايستيشن 2 ده خلاص بقى قديم، ده بقى ميت. لا، هو مبقاش ميت على فكرة، مش عشان نزل 3 و4 و5 يبقى ده ميت خلاص. لا، على فكرة ده بلايستيشن جامد جدا. البلايستيشن ده فيه امكانيات جامدة جدا وضخمة، ده يعني اجمد من البلايستيشن 4 وكل حاجة، بينزل عليه العاب كتيرة جدا. فانت لو معاك 500 جنيه هتشتري ده هو الحل. ما تناقشنيش، هو ده، محدش يكلمني اصلا في الموضوع ده. فدلوقتي انا هعرفك ازاي هتشغل البلايستيشن 2 وازاي هتلعب عليه الالعاب بتاعتك وازاي هتركب كل الوصلات اللي فيه دلوقتي. ماشي، يلا بينا. وهتجيب ده مستعمل، هتلاقيه ب 500 جنيه ب 450 جنيه، ولو هتشتريه فانت يعني ما اعتقدش هتلاقيه اصلا، بس اكيد هتلاقيه لو نزلت العتبة هتلاقيه وكده، هتلاقيه مثلا ب 500 جنيه اقل حاجة. طبعا بيجي معاه دراع، ده الدراع الاصلي بتاعه، وحاول ما تبوظش الدراع الاصلي بتاعه لان ده قسما بالله جامد جدا. لو يعني مثلا هو بيجي معاه واحد بس، فانا اشتريت بديل، البديل بايظ، البديل الانالوج بتاعته بايظه، يعني ده حافظ عليه جدا، ده الاصلي، فاللي هو الفيك مش هيستحمل معاك اصلا. ماشي، فدي اول نقطه. النقطه الثانيه معانا بقى الاسطوانات، مكان الاسطوانه. مكان الاسطوانه في هنا بس عايز اشوف الاضاءه، في هنا زرار، انت هتدوس على الزرار ده، اول لما تدوس عليه هيرفع لك البتاع ده. بص انا هنزله وهندوس عليه ثانيه واحده، اترفع الزرار هنا. ماشي، هنا بتحط الاسطوانه بتاعتك هنا، ده طبعا ملوش اي 30 لازمه، ده ملوش اي لازمه. ماشي، ولو انت عايز تعمل على فلاشة، لو انت عايز تعمل على فلاشة الالعاب، فانت هتروح لأي واحد بتاع بلايستيشن. انا عملت كده بس نزلت العتبة وعملتها، كلفتني 300 جنيه. اهي فلاشة بيديك فلاش دي 16 جيجا، بينزل عليها 27 لعبة. لو عايز تغير نظام من الاسطوانة لفلاشة فهتروح العتبة او لأي حد، مش لازم، بس انا كلفتني 300 جنيه ونزلت عليه 27 لعبة وما بيقطعش خالص. بس في مشكله واحده هي اللي هتواجهك، وهي مشكله ان البلاي ستيشن مش بيسجل شاشه، لكن في 3 و4 و5 بيسجل شاشه البلاي ستيشن. ماشي، عرفنا الدراعات، نخش على النقطه الثالثه يا شباب. النقطه الثالثه معانا وهي نقطه الوصلات. طبعا الوصله طويله فانا مش عارف. الوصله دي في اي بلاي ستيشن، دي في اي بلاي ستيشن هتلاقيها، في اي بلاي ستيشن بتشتغل على اي بلاي ستيشن، حتى لو بتاع بلاي ستيشن 2 هتشتغل مع بلاي ستيشن 4 5 3 اي حاجه. فالوصله دي بتشتغل فين؟ الوصله دي هتحطها هنا. ماشي، الوصله دي هتحطها هنا، حطيتها دي مكانها هنا. ماشي، بس كده. نشوف معانا بقى الوصله الثانيه. طيب يا شباب، الوصله الثالثه هي دي. ماشي، الوصله الثالثه، الوصله دي بقى بتخش فين؟ شايف دي؟ ثانيه واحده، هي راحت فين؟ ايوه هي دي، بتخش دي، بتحطها كده اهي. الوصل ايه؟ بتحط دي هنا، دي بتاع اللي بتوصل البلايستيشن بالشاشه، اما الثانيه كانت بتوصل البلايستيشن بالمشترك وكده. ماشي، ودي الثلاث وصلات اللي بيخشوا في التلفزيون، طبعا كلكم عارفينهم دول في اي بلايستيشن اصلا، بس الوصله دي مش في اي بلايستيشن برضو، عادي برضو. ماشي، نخش على النقطه الخامسه. طيب يا شباب، النقطه الخامسه معانا ان البلايستيشن ممكن تحط معاه دراعات، اللي هما زي دراعات الكمبيوتر. ماشي، ممكن تحط دراعات، ممكن تحط يعني مثلا الوصله بتاعت الدراع بتاع الكمبيوتر الوصله فيها دراعين، او في وصله كل وصل دراع، في وصله بيبقى دراعين. ممكن تركب هنا اربع دراعات، ده غير الاثنين اللي بيتحطوا هنا، يعني دي وصله الدراع، الدراع بتاع الاصلي بتاع الكمبيوتر، فانت هتحطها هنا كده، هتحطها هنا. وقلت لك زي ما قلت لك برده ايه، بتحط الوصله من هنا. ماشي، والالعاب بتشتغل على الجهاز ده بسلاسه جدا، الالعاب حرفيا جامده. وهنا برضو بيديك هنا دول كارت ميموري، ثانيه واحده، ده كارت ميموري،
ده اللي بيتخزن عليه لو عايز تحفظ تعمل سيف للعبة انت كنت بتلعب وعايز تكمل فيها لما تفتح البلاي ستيشن، فهتخش على الميموري. هو هنا بيديك مع البلاي ستيشن 2 ميموري ماشي، فالميموري دي بتتحط هنا اهو. بس ثانية واحدة اوقف الفيديو ثانية واحدة. انت نزلت عملت لايك ما عملتش لايك صح؟ لو عملتش اشتراك طب اكتب تعليق حلو كده واشتراك ولايك عشان عايزين نوصل يا جدعان 1000 مشترك بقى حرام عليك. بس كده خلاص ركبنا البلاي ستيشن، بس كده ده البلاي ستيشن. فانت لو معاك 500 جنيه ما تحرمش نفسك يا عم الحاج، ده البلاي ستيشن هو ده هو ده هو ده يا جماعه. ده 500 جنيه وبيديك سلاسه جامده جدا في الالعاب، جامد يا جدعان جامد جامد جدا. طبعا ده معايا بقاله كتير جدا بس جامد جدا. طبعا زي ما قلت لكم في ناس هتقولي انت ده قديم يا عم، الناس كلها دلوقتي بتجيب بلاي ستيشن 5. انا ماشي امكانيات اجيب لك بلاي ستيشن 5، اجيب لك بلاي ستيشن 5 منين؟ يعني انا حبيت بس اجيب اللي معايا ده واعرف ان انت لو معاك 500 جنيه هتعمل بيهم ايه ماشي، وعايز ترفع عن نفسك بس كده. هو ده كان الفيديو بتاعنا بلاي ستيشن 2، طبعا فاجر جدا زي ما قلت لكم يا جدعان. فلو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، وزي ما قلت لكم عايزين نوصل 1000 مشترك وبرضه نوصل 300 مشترك في اقرب وقت، لان عايزين القناه تكبر لان فعلا بتعب في الفيديوهات دي يا جماعه. فلو عجب الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناه، ومع السلامه.